لعبت ريكورد هذه طالعة. يعني أختي الصغيرة، أنا متأكد بلي هذه لم يبعتوش. هذه لم ينبعتش، هذه أختي الصغيرة، يعني ما كانش لي يعرف الكرد وما يعرفش لميا معاه. لميا كانت دايما في لي بروجي تاعك، سواء لي كليب اللي درناهم أغاني يعني على الجزائر ولا. لميا دايما معايا ملي كانت في عمرها 17 سنة، وأنا جيتكم اليوم من وهران، والبارح فطرت عندها في دارها مع الزوج الزوج تاعها حسين نجمة اللي نحييه. حيوهم. ولميا الصوت يعني صوت رائع، لكن للأسف ما شاء ما الله بانش. ما بانش ظروف. صح، ظروف يعني درك انا واش راح نقول. بداو كيما نقولوا لا ستارمانيا بدات يعني لا بوب بور لي زارتيست لي بواط دو برود كي شيرش دي دو فري زارتيست، يعني لي بريزونطابل اللي يقدروا يقابلوا بهم بداو يحوسوا. وحتى هي بروشينمون الا دي ان بروجي افيك سلمى عنقر بور ان البوم كومبلي، بالك انا خدمت معها اون سول شونسون الوغ الا كومونسي انريجستري. وبروشينمون ان شاء الله يعني بعد رمضان، تستاهل لامي بعد رمضان باش نقول لك بزاف حوايج رايحين يتبدلوا في الخريجين تاع الحان وشباب، مش غير انا نور الدين طايبي، ابراهيم حضر باش اللي راهو ينشط ان شاء الله. انسي كو لامي ان شاء الله، نتمنى لهم التوفيق. احنا مازال متواصلين مع الصور، نروح نشوفوا الصور.